أنا دمي سكر زي النيل، وملامحي ملامح مصرية، والنيل مرسوم جوه عروقي، وعيوني عيون فرعونية. الصبح أنا بفطر على شوفك، وعشايا حبك يا بهية، والليل بتمشى على شطوطك، عاشق لياليك السحرية. والقلب معلق في هواكي على قد مكان عشقك ليا، وكمان مكتوب جوه بطاقتي على روح الوحدة الوطنية. طبعا قصيدة للشاعرة سلمى رفعت بعنوان مكتوب جوه بطاقتي الشخصية. بما اننا نتكلم عن مصر، ويعني كل اللي جاي هتبقى سلسلة حلقات عن حب مصر، فطبعا لازم يكون معانا من الشخصيات البارزة ومن الشخصيات الناجحة ومن الشخصيات المصرية والدبلوماسية. طبعا يسعدني ان يكون معايا مستشار العلاقات الدبلوماسية والخارجية بالأمم المتحدة دكتور أحمد العمري. أهلا بحضرتك يا أهلا دكتور. بك يا دكتور. طبعا أنا هسيب حضرتك بقى تعرف نفسك للسادة المشاهدين أكتر. ربنا يبارك فيك. الدكتور أحمد العمري مستشار العلاقات الخارجية والدبلوماسية باليو إن، هيئة الأمم المتحدة بالقاهرة. أهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور، في الفترة اللي فاتت طبعا شاهدنا مواجهات ما بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. طبعا لو حابين كده من حضرتك نعرف ايه هي الأسباب الحقيقية وراء اندلاع الصراع بين القوات السودانية وبين قوات الدعم السريع. طيب، الموضوع ده مهم جدا على كافة الأجنحة. أولا اختيار عنصر الوقت، خصوصا ان القوات المسلحه المصريه كانت في الوقت ده بتقوم بتدريب مشترك مع قوات المسلحه السودانيه. تمام. والمسؤول عن تامين مطار مالواي هو قوات المسلحه السودانيه. والسؤال الاهم اللي بيسال المواطنين هو ليه قوات المسلحه المصريه ما احتكتش او ما دفعتش عن نفسها لما حصل الهجوم بتاع الدعم السريع؟ اولا هي اسمها ماليشيا. ماليشيا. تمام. واسمها ماليشيا الجلجاويد. تمام. قبل موضوع الدعم السريع اللي اسسها عمر البشير، وكان بيستخدمها لجدح المعارضين بتوعه اللي بيطلعوا ايام عمر البشير لازاحته. تمام. طيب ليه القوات المسلحه المصريه ما دفعتش عن نفسها قصاد الدعم السريع؟ اولا لا يحق للقوات المسلحه انها تدافع عن نفسها. اولا لا تمتلك الاسلحه لانها رايحه في عمليه تدريب. تمام. فلا تمتلك الاسلحه في التعاون بشكل مباشر. ده اولا. ثانيا، حتى لو تمتلك ما عندهاش التعليمات انها تخش في مواجهه مباشره. تمام. لان في كلا الاحوال اذا حصل ده هتخش مصر كطرف مباشر في الحرب. ده لان كل جنودنا هيتوفوا. ده اولا. ثانيا، ساعتها هيتقال ان مصر منحازه الفئه عن فئه ثانيه، وده مصر مش عايزاه. احنا على الحياد ما بين الدعم السريع وما بين الجيش السوداني. ولكن العنصر الاهم من كده، اشمعنى الوقت ده خاصه وهي علاقه الدعم السريع وحميدتي تحديدا بابي احمد بتاع اثيوبيا، خاصه في الفتره الحاليه كمان اثناء الاشتباكات اللي حاصله بين الدعم السريع والقوات المسلحه السودانيه، اللي دخل قوات المسلحه الاثيوبيه مدينه الفشقه في السودان لاحتلالها. تمام. كل ده علشان خاطر اولا صراع على السلطه ما بين البرهان المشير برهان وحميدتي للاستيلاء على السلطه. تمام. قوات المسلحه السودانيه هي على نفس الموقف مع القوات المسلحه المصريه والدوله المصريه في قضيه سد النهضه. تمام. عكس حميدتي له علاقات كبيره جدا مع ابي احمد واستفادات ماديه وغيره. تمام. فوجود القوات المسلحه المصريه بيشكل بالنسبه لاثيوبيا وبالنسبه لحميدتي تحديدا رعب. وجود القوات المسلحه في السودان بيشكلها مشاكل. طب ازاي تخلص من الكلام ده كله او ازاي تبعدها؟ الفيديو اللي طلع ده هم دفعوا ثمنه ان هو يسيطروا على المكان بتاع مرواي، والله يرحم الشهداء اللي توفوا يعني. تمام. ويصوروا الفيديو ده. يعني هم بيقولوا طيران مجهول قصف الاماكن المتمركزين فيها، لكن احنا كلنا عارفين مين الطيران المجهول اللي ضرب في ليبيا. هو بدر وضرب في بورت السودان. تمام. في اماكن حشدهم. عشان كده حميدتي طلع شخصيا واعتذر عن الفيديو اللي هو روجوا عنه، قالوا ان هو مش من عندنا، ده ضباط صغيرين يعني اللي هم تسببوا في ده. لكن الناس لازم تفهم إن الوضع في السودان هي مؤامرة. أنا لسه على كنت هقول مؤامرة. هل علاقة الجيش المصري بالصراع القائم في السودان حاليا محاولة إقحام الجيش المصري بالزبط في مؤامرة خارجية؟ بالظبط. هم بيحاولوا طول الفترة اللي فاتت تحديدا من بعد 2014، من ساعة ما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الدولة المصرية، وبدأت الإنجازات والحفاظ على الدولة المصرية. وما ننكرش هنا دور القوات المسلحة والشعب المصري في الحفاظ على أمن مصر، لان امن مصر مهم جدا جدا. الفتره اللي احنا فيها حاليا يا دكتور رشا، من دلوقت حتى انتخابات رئاسه الجمهوريه اللي جايه في 24 ان شاء الله العالمين، دي سنه فاصله في تاريخ مصر وبقاء مصر بشكل مباشر على الارض. بقاء مصر. تمام. احنا بنشوف دلوقتي اللي بيحصل في السودان وبنشوف اللي بيحصل في ليبيا. حاولوا يعملوا معانا نفس الموقف ساعه المذبحه اللي عملوها
في ليبيا والقوات المسلحه ساعتها جابت حقها وجابت حق الشهداء اللي ضحوا. تمام. نفس الموضوع، بيحاولوا يقحموا القوات المسلحه المصريه في حرب مش بتاعتها عشان تخش في صراع مفتوح. طب واخر الصراع ده ايه؟ انهاك للقوات المسلحه المصريه. تمام. انهاك لاختطاط الخطط الاستراتيجيه بتاعتك والخطط العسكريه بتاعتك. طيب والاهم من كده، طب لو انت ما دخلتش بشكل مباشر الصراع، ايه المقصود بالفيديو اللي طلع للجنود المصريين اثناء الاعتقال؟ هو تحريك الشعب المصري ضد القوات المسلحه وضد رئيس الجمهوريه. تمام. لكن هم بيحاولوا طول الفتره اللي فاتت يحركوا الشعب ضد الجيش او ضد رئيس الجمهوريه. طيب لو ده حصل، نبص حوالين مننا كده، الناس اللي بتتكلم احنا معانا عندنا مشاكل في الاسعار، عندنا مشاكل في السلع التموينيه، عندنا مشاكل في كل حاجه، لكن ده على مصر بس ولا على مستوى العالم؟ على مستوى العالم. على مستوى العالم اكيد. على مستوى العالم. تمام. طيب احنا دلوقتي النهارده لو بص حوالين منك، الامن ثمنه كام؟ الامن ثمنه كام؟ احنا من اول 2011 لحد مصر ما سبتش شويه على ارضها، دفعنا قد ايه من الشهداء؟ استنزاف قد ايه في الاموال والارواح؟ هنخش في نفس المشاكل تاني؟ هنيجي نقول معلش احنا الحاجه عندنا غاليه؟ طيب ما هو انتوا برضه اللي بتقولوا الحاجه غاليه هتيجوا تقولوا لنا برضه خلوا الحاجه غاليه بس دون الامان. طب ما هو الامان ثمنه كام؟ انت النهارده بتخرج وتروح شغلك بتروح بيتك في مشاكل، ما بنقولش ما فيش. هو المواطن عايز يجمع ما بين كل حاجه دكتور احمد، عايز يجمع ما بين وضع اقتصادي ليه جيد او متوسط على الاقل وما بين امان. ما ينفعش. الامان النهارده احنا قدر الامكان، بص حوالين منك المربع اللي حوالين منك، بص السودان وليبيا واليمن، تعال نتكلم على القوات المسلحه. القوات المسلحه النهارده بتقوم بتامينك، ولحد احنا قاعدين بنتكلم كده القوات المسلحه موجوده، وقوات الجي اي اس صفوه القوات المسلحه المصريه والمخابرات العامه المصريه موجوده في السودان لتامين البعثه الدبلوماسيه اللي موجوده هناك. تمام. عندي القوات المسلحه المصريه بتامن في ليبيا على الحدود الليبيه، عندي قوات مسلحه بتامن لك الغاز واحتياطي بتاعك، وبتامن في نفس الوقت البحر الاحمر. تمام. عشان المضيق والحوثيين، القوات المسلحه بتعمل كل ده. طب انت فين في كل ده؟ انا عايزك انت تبص على الخريطه، يعني انت فين في كل ده؟ طب بيتكلموا على العاصمه كمشروع يعني، يقول لك دفعنا فيها كتير والكلام ده كله، طب ما تبص على الناحيه العسكريه، موقعها فين على الخريطه؟ وبعدين تعالى اتكلم، نقطه ضعف مصر على الخريطه هو دايما الشمال الشرقي. طب ليه لما انا اعمل العاصمه في الشمال الشرقي؟ ليه هناك؟ هي بالنسبه ليهم او بالنسبه للعقيده العسكريه الموضوع مش هيبقى حرب جيش قصاد جيش، لكن لما تخش في مدن وانشاءات وتنميه وتعمير، ليه رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي النهارده ماشي في خطه تنمويه في سيناء بشكل كامل؟ تمام. طب من قيمه فتره احنا سمعنا ان عمليه ارهابيه حصلت في محطه من محطات الميه اللي موجوده في سيناء اللي بتدعم او بتساعد في عمليات التنميه اللي موجوده هناك في اكثر من 100,000 فدان. ليه ما ضربوش كمين؟ ليه ما ضربوش حاجه ثانيه؟ لا هو بيضرب لك البؤره او المكان اللي انت بتبدا تنمي فيه. عايز يعطلك يوقفك. طب والنتيجه في الاخر؟ مفيش. انت عملت موضوع بازمات غير الازمات اللي انت بتشوفها على الحدود. تعالى بقى اتكلم في مؤامرات استخباراتيه. تمام. طب انت امنت هنا السودان لحد النهارده، احنا الحمد لله رب العالمين قدرنا نجاح كبير جدا جدا تستحق على القوات المسلحه ورئيس الجمهوريه الشكر ان احنا قدرنا نوفر ونجيب سواء المصريين الموجودين هناك او غير المصريين. اليابان والمانيا وهولندا طلبوا مساعده القوات المسلحه المصريه في اجلاء رعاياهم. هو احنا خلينا عند النقطه دي ونقول كيف ادارت مصر تامين جنودها. مصر ادارت الازمه بشكل احترافي جدا جدا، ووقفت على حياد ما بين كافه الاطراف. وفي سؤال مهم جدا المواطن مش فاهمه، ليه القوات المسلحه المصريه وهي بتستلم او بتستلم الوفد المصري الموجود من القوات المسلحه هناك، ليه جابت الصليب الاحمر؟ ما كانت ممكن هي خلاص استلمتهم على ارضها. ليه وجدنا الصليب الاحمر او جبنا الصليب الاحمر كمنظمه دوليه؟ عشان تبقى شاهد على كافه الاجراءات القانونيه اللي بتتم. ده واحد. اثنين والاهم، عشان نطمن الجانبين سواء قوات المسلحه السودانيه وكذلك الدعم السريع، ان مصر واقفه على الحياد، لا هي معاك ولا هي معاه، لكن يهمنا في الاول وفي الاخر هو ايه؟ بقاء السودان دوله واحده. تاني، بقاء السودان دوله واحده. مفيش شمال وجنوب، مفيش دارفور ومدرمان، مفيش الكلام ده. بقاء السودان دوله واحده. والخاسر مهما كان المكسب اللي انت هتاخده سواء الدعم السريع او القوات المسلحه السودانيه، الفائز خسران. لان في الاول وفي الاخر الوضع الاقتصادي والسياسي في السودان من بعد ازاحه البشير حتى وقتنا هذا وضع سيء. لكن النهارده مين اللي بيدفع ثمنه؟ السودانيين. نفس الكلام اللي حصل في سوريا. وهنا في نقطه مهمه لازم الناس تفهمها او المواطن ياخد باله منها، الموضوع ما بقاش مؤامره اقتصاديه فقط. لا، تعال بص من اول 2003 من ساعه امريكا ما احتلت العراق، اول حاجه عملوها ايه؟ حلوا الجيش العراقي. تمام. بقت المؤامره اللي موجوده دلوقتي، طب النهارده نتكلم على سوريا، فين الجيش السوري؟ هل هو ده تعداد الجيش السوري اللي كان مع حافظ الاسد؟ لا. طب فين الجيش الليبي؟ تمام. نفس الكلام بيتم النهارده مع الجيش السوداني.
ايام المشير الله يرحمه المشير طنطاوي، امريكا طلبت من المشير طنطاوي ساعتها اقحام القوات المسلحه في نزاعات ارهابيه، والمشير طنطاوي ساعتها رفض. المؤامره هي تفكيك قدرات القوات المسلحه، المؤامره هو الشعب ضد الجيش وكان موجود، وتفكيك القوات المسلحه عشان ما يبقاش عند الجيش. هي دي المؤسسه اللي فاضله لك، انت ما عندكيش مؤسسات من اول 2014 ربنا سبحانه وتعالى جعل ما كانش عندنا غير الجيش والشعب، هم دول اللي كانوا فاضلين في البلد. تمام؟ انت دلوقتي قدام مفترق طريق، يعني ما القوات المسلحه بتبني صح؟ القوات المسلحه بتامن، القوات المسلحه بتجيب لك حقك وانت قاعد. رئيس الجمهوريه نفسه بيعلن وبشكل مباشر اي حد هيمس الجنود المصريه او حد من الشعب المصري هيدفع الثمن حياته. تمام؟ طيب نتكلم برضو على سد النهضه. والناس بتقول ليه بقى لنا 10 سنين الرئيس عبد الفتاح السيسي مضي اتفاقيات وما ضربناش سد النهضه؟ طيب هو السؤال، هو سد النهضه معمول عشان انا اضربه؟ هو ده السؤال الاهم. سد النهضه مبني عشان انا اضربه؟ لا، معمول للاستفاده منه اكيد. ولا الاستفاده منه، هو سد النهضه موجود عشان تبقى مؤامره على مصر، ان السد موجود اهو، فيحصل ضغط على من الشعب المصري على الحكومه المصريه، فالحكومه المصريه تنفعل فتبدا تضرب السد. تعال فعليا السد حاليا لحد النهارده بعد 10 سنين مصر على مصر في حاجه؟ فعليا لا خالص، ولا هيأثر. تمام؟ لان المفروض المال الاول كان يبقى 74 مليار، وبعدين قالوا المال الثاني والثالث، والنهارده بيقولوا الضابع. هو المال الضابع اصلا لحد دلوقتي خزينه قد ايه؟ ما يقرب من 16 مليار. تمام؟ طيب هل التوربينات شغاله عشان تولد الطاقه؟ لا، التوربينات واقفه. طب هل هم عندهم اساسا محطات لتوليد الطاقه الكهرومائيه اصلا؟ تمام، عشان تستقبل الكهرباء اللي جايه من سد النهضه؟ لا، هي مؤامره في الاول وفي الاخر على مصر. طب انا لما اجي انجر الحرب عشان خاطر اخش اضرب سد النهضه، هل هي مصر ما تقدرش تضرب سد النهضه؟ عندها القدره والامكانيات المعنويه والامكانيات الماديه، قوات المسلحه انها تجيب حقها. ارجع للصراع السوداني واقول، هل الصراع السوداني يثير قلق في المنطقه او في الدول المجاوره؟ جدا. ليه؟ واحنا كدوله بنعاني وخايفين جدا من بعض التدفقات من الارهابيين، لان هناك عناصر كتير جدا جدا من العمليات المتطرفه والاخوان المسلمين. تمام؟ وده اللي هيحصل سواء مع اريتريا او مع شيبوتي او مع اثيوبيا وتشاد والنيجر، لانها اصلا الدعم السريع مبني على اساس ايه؟ هو اساسا كل المجازر اللي عملوها سواء كانت في ولايه النيل الازرق او في كردفان، تمام، او في دارفور، هو مبني على ميليشيات البشير عملهم وجابهم عشان خاطر يستخدمهم ضد الشعب المصري وضد اي شعوب بتبقى هو مش شايف ان هي ضد التوجه الاسلامي بمعنى اوضح، اللي هو الاسلام بتاع الاخوان المسلمين، مش الاسلام بتاعنا، الاسلام بتاع الاخوان المسلمين. فكان بيستغلهم في كده. طب اكبر دليل على كده لحد فتره قريبه قبل ما يتم ازاحته عن الحكم كان على خلاف كبير جدا مع الحكومه المصريه. تمام؟ لذلك اللي هيتم تاثيره جدا خلال الفتره اللي جايه، هم عايزين يستغلوا بقى المؤامره الجديده بقى اللي الناس لازم تاخد بالها منها، المؤامره الجديده بقى هو استغلال اللاجئين جوه الدول العربيه او جوه الدول الافريقيه لاشعال الفتن. هو ده اللي جاي، ده اللي هيحصل. احنا بنبدا بيه من دلوقتي او بنقول بيه من دلوقتي، المؤامره اللي جايه هو استغلال كل اللاجئين اللي موجودين في كل الدول سواء بقى عربيه او افريقيه، تمام، لاشعال الفتن. وده حصل من فتره قريبه في تونس والامن اتعامل معاه، وده هيتم خلال الفتره اللي جايه في بعض الدول العربيه. هم عايزين ده، اشعال الفتن من خلال اشعال الصراعات عشان تفضل اسرائيل مطمنه. طيب وده هيتم ازاي؟ القوات المسلحه ثابته والشعب ساكت، يبقى مين اللي فاضل في النص؟ هو اللاجئين. طب تعال نبص هنا، عدد اللاجئين قد ايه؟ عندك في مصر اكتر من 3 او 4 مليون لاجئ ولسه. تمام؟ طب السؤال الاهم، المواطن بيقول الوضع الاقتصادي، طب انت بتتكلم في 120 مليون مصري صح؟ قوه نجاح الحكومه المصريه انها بتقدر توفر لك كل اللي انت محتاجه بشكل يومي. يعني عندنا الحكومه بشكل يمكن معالي الدكتور مصطفى مبولي شرح الكلام ده باستفاضه امبارح في المؤتمر اللي عمله بشكل مباشر. تمام؟ لكن انت عندك النهارده هي اداره الازمه. الحكومه المصريه اضارت بشكل مباشر الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته كرئيس للمخابرات العامه سابقا. تمام. ادار الازمه في السودان باحترافيه شديده، بحيث ان هو ما يخشش مصر، ما تخشش في صراع واقفه مع حد ضد حد. لا، القوات المسلحه المصريه والدوله المصريه واقفه على كافه الاطراف ما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. حتى مصر قبلت باتفاقيه جوبا في جنوب السودان ان يكون في هدنه، ومع ذلك برضه الدعم السريع خلق الهدنه، ولكن يكون في اتفاقيه عشان خاطر حتى الشعب السوداني اللي هو اصلا اصبح خلاص يعني هيبقى زي الشعب السوري لاجئ في كل الدول. لو حبينا نعرف من حضرتك ايه حقيقه احتجاز الجنود المصريين في السودان؟ طبعا. وهل ده سبب تدخل القوات المسلحه المصريه؟ طيب اولا هو مش احتجاز، هو اولا المكان ده مطار مروي كان هو المكان المخصص للتدريب ما بين القوات المسلحه المصريه والقوات السودانيه. تمام؟ بحكم العنف العسكري، القوات المسلحه المصريه راح هناك باسلحه خاصه بالتدريب، لان انا ماليش همسك هشيل هناك سلاح
للاشتباك، انا مش رايح حرب، انا رايح تدريب. تمام. المسؤول عن تامين المطار هو مين؟ هو القوات المسلحه السودانيه. هي اللي مسؤوله عن تامين المطار بشكل مباشر. تمام. تمام. طب لما حصل الاشتباك، عاد اعداد القوات الدعم السريع اللي هجمت على المطار كانت الوفات اكتر من عدد القوات المسلحه السودانيه اللي موجوده لتامين المطار، لتامين المناورات اللي هتتم بين القوات المسلحه المصريه والسودانيه. تمام. تمام. طيب استشهدوا اللي موجودين اللي هو القوات السودانيه نتيجه الحراك الدعم. لما حصل بقى تدخل الدعم السريع قصاد القوات المسلحه المصريه، هنا القوات المسلحه المصريه اولا لا تملك سلاح. تمام. واذا كانت تملك ما عندهاش اوامر بالتعامل. تمام. فبشكل مباشر بتلقائيه واحترافيه في نفس الوقت سلموا نفسه، لان ده العنف العسكري. تمام. انا جاي هنا في تدريب. فمش جاي في اشتباك ولا معاك ولا مع ده. انا جاي في تدريب. تمام. ولكن المعامله اللي حصلت ما بين تصوير للقوات المسلحه او افراد القوات المسلحه اللي كانوا موجودين هناك هي معامله قذره من حميدتي ومن والدعم الماليشي. ولكن هنا المقصود منه ايه؟ تمام. طب ما احنا عندنا طيران انضرب للسعوديه في المطار، ما حدش يتكلم عليه ليه؟ ليه ماسكين في الجنود المصريين بس؟ طب ما عندنا غيره. عندنا طب ما عندنا اليابان ما عرفتش تطلع الجنود الرعايا بتوعها او اللاجئين بتوعها، ما عرفتش تطلعهم من السودان، ليه ماسكين في الجنود بس؟ انتوا عايزيني من الشعب المصري؟ عايزيني من الدوله المصريه؟ انتوا بتتكلموا على القوات. طب ماشي، القوات المسلحه عملت ايه؟ تمام؟ طيب قدرت تنقل، حد لمسهم الاول؟ حد قدر يمس القوات المسلحه اللي موجوده في المطار المغربي؟ ما حدش قدر يمسهم. تمام؟ طيب والنتيجه ده ايه؟ كان كلام واضح واعلن ان هيكون ثمن اي حد من القوات المسلحه المصريه هيتم مسه هيكون ثمنه قطع الرؤوس. كلام واضح وواصل لحميدتي، هيكون ثمنه قطع رؤوس كافه القيادات. ولذلك قبل ما يتنقل الجنود المصريين من مطار مروي كنا كلنا عرفنا ان في طيران مجهول ضرب بورتو سودان في تجمعات خاصه بالدعم السريع. تمام. ده نتيجه رد، ده رد غير مباشر على الفيديو اللي طلع او الصور اللي طلعت للقوات المسلحه. عشان كده بعدها حميدتي طلع في اكتر من لقاء اتكلم على اعتذار بشكل مباشر للمصريين والقوات المسلحه المصريه. هل طلع لدوله ثانيه؟ لا. هل طلع؟ ما في رعايه ثاني. هل طلع لاسبانيا او المانيا او اليابان اعتذر؟ تقديرا للقوات المسلحه المصريه وخدت حقها. لازم نقول كده. طيران مجهول، احنا عارفين الطيران المجهول ده بيبقى موجود، حصل في ليبيا وحصل دلوقتي في السودان. تمام. بس لازم نقول ومتاكدين ان القوات المسلحه حاليا ما بتسيبش حق احد وما بتسيبش حق بلدها. اللي حصل في السودان مش هيتكرر، ولو في حد خطا احنا متاكدين ان القياده السياسيه والقوات المسلحه المصريه عندها القدره انها تجيب حق اي حد، سواء من القوات المصريه او حتى مواطن بسيط، لا بتفرط في حقها ولا بتسيب حقها. هل وجود الجنود المصريين في السودان كان سبب تدخل مباشر للقوات المسلحه المصريه في الصراع السوداني؟ لا، احنا مش هنخش في الصراع. احنا مش هنخش في الصراع او في حل الازمه السودانيه. لا لا، بص هقول لك على حاجه. احنا كده كده عندنا كده كده قوات المسلحه موجوده بتعمل عمليه تدريب قبل الموضوع ما يحصل، قبل المشكله نفسها ما تحصل، او قبل الخلاف ما بين البرهان وحميد ما يحصل. فقوات المسلحه موجوده بشكل عادي. تمام. لكن قوات المسلحه امتى دخلت او امتى كانت هتخش فعليا في حرب؟ اذا كان تم مس اي حد من جنود فعين حقنا في الدفاع عن نفسنا. تمام. ده القانون الدولي. تمام. يحق لمصر الدفاع عن نفسها في اي حته في العالم اذا مسها ضرر او يمس الامن القومي بتاعها. لكن هنا لما حصل الفيديو رد الاعتبار كان بطريقه مجهول. طب لو كان بشكل مباشر كان هيكون رد الاعتبار في الميدان، وقوات المسلحه عندها استعداد تعمل ده. تمام. عشان كده حميدتي طلع بشكل مباشر واعتذر وقال ده ظباط صغيرين اللي عملوا كده وكان غصب عننا. لا، احنا لازم نقول حاجه كده والناس اللي موجوده في الجيش عارفاها واللي دخلوا الجيش عارفاها، ان هو حاجه اسمها عنصر الوقت. ليه الدعم السريع اختار الوقت ده لاقتحام مطار مروي اللي هو فيه قوات مسلحه مصريه؟ اشمعنى مطار مروي اللي فيه قوات مسلحه مصريه؟ طب ليه اشمعنى في مطارات ثانيه؟ ليه المطار ده؟ بغض النظر ان هو هدف استراتيجي يعني. ليه؟ عشان خاطر جنود مصريين؟ طيب انت اقتحمت الكلام ده المطار وعرفت ان في جنود مصريين، تمام؟ ايه لازمته الفيديو والتصوير؟ انت عايز ايه؟ طب وايه علاقتك انت بقى باثيوبيا؟ وفي نفس الوقت عشان بس الناس تبقى شايفه حجم المؤامره، في نفس الوقت اقتحام قوات المسلحه الاثيوبيه الارض الفشقه. يعني في نفس الوقت انت عايز تفتت السودان وفي نفس الوقت تضرب معاها تخش مصر طرف، خلاص بقى حصلت مشكله، ولا احمد ربنا سبحانه وتعالى ان المشكله ما كبرتش اكتر من كده ومحدش مسه حاجه. تمام. لان ساعتها الموضوع كان هيبقى اكبر من كده. وهم عايزين كده، عايزين مصر تخش في الصراعات ممتده فحرب استنزاف بشكل مباشر. بشكل مباشر، وهتبقى حرب استنزاف للقوات المسلحه المصريه. هو هنا هيبص على انواع الاسلحه بتاعتك، سيبك من الاسلحه المعلنه. تمام. قوات المسلحه عندها اسلحه ثانيه غير معلنه. تمام. فهم عايزين هيبصوا مصر، لو دخل بقى يطلعوا لك مصر زي ما بيقولوا كده على المسرح السياسي. تمام. ويشوفوا بقى لعبه الامم ويحركوا مصر.
تمام. طب مصر هتستخدم كل انواع الاسلحه بتاعتها، فاوهم وقاعدين بره يتفرجوا على كافه الاسلحه المصريه. طيب ادي الاسلحه، هيتفرجوا على اداره الازمه، القوات المسلحه بتدير الحرب ازاي، يعني الطريقه الاستراتيجيه والطريقه العسكريه، الفن الحرب، هم كل ده. وانت في حرب استنزاف طويله الامد، احنا النهارده شايفين روسيا في قوتها بتحارب بقى لها سنتين في اوكرانيا، تمام. والنتيجه ايه؟ لحد النهارده مفيش حاجه محسومه. ده بيقول لا او ده بيقول لا، واقفين زي ما احنا محلك سير، والعالم كله هو اللي متضرر في الاخر. تمام. لكن كل واحد هو ده اللي هم عايزينه بقى، يدخلوا مصر طرف في حرب مش بتاعتها. عشان كده الشعب المصري لازم يفهم حاجه مهمه جدا، احنا عندنا مشاكل والعالم كله بيعاني. بص على فرنسا كان فيها مظاهرات، بص على انجلترا فيها مظاهرات، سيبك منك انت، بص على الجزائر، على السودان، على ليبيا، حجم المشاكل هناك قد ايه. انت طلبت الامان، ما طلبتش القيمه الماليه، ماشي في مشاكل. طب تعالى بص بقى، عندنا مشاكل. طيب هل قبل الازمه بتاعه كورونا كان عندنا نفس الازمه الماليه؟ لا، ما كانش عندنا ازمه ماليه، صح؟ ما كانتش موجوده، تمام. طب لما حصلت ازمه كورونا اثرت على العالم كله، في قيم ماليه كبيره جدا كانت موجوده بيتم استثمارها بشكل صحيح في التنميه، وده لازم يتفهم. طيب لما حصلت الازمه كورونا، حط نفسك مكان مثلا القيادات مصر، تمام. هو قدام منه حاجتين، هيكمل زي ما هو ماشي في التنميه ويسيب اللي يعيا واللي يتعب يتعب، ولا يبدا يوفر علاج. تمام. طيب قدرنا نوفر بالظبط كده، تمام، بدا يوفر علاج للمصريين. طب هل في مواطن مصري تحمل تكلفه العلاج ده؟ محدش تحمل حاجه. كل ده اللي تحملته مين؟ الدوله. هل ده بقى شكل عجز ولا مشكلش عجز؟ هو ده السؤال. شكل عجز ولا مشكلش عجز؟ شكل عجز طبعا. تمام. احنا بدانا الاول بفيروس سي وبعد كده وصلنا لكورونا. بالظبط. وفي بعد كورونا بقى عندك الحرب بتاعت روسيا واوكرانيا، اللي القمح فيها او الحبوب فيها بشكل عام في تصاعد مستمر، وفي نفس الوقت هو بيتكلموا على ارتفاع الاسعار. طب ماشي، احنا عندنا دلوقتي مثلا، هنقول مثلا كنت بتشتري مثلا طن قمح مثلا بالبلدي كده، هنقول مثلا ب 1000 جنيه، تمام. مع ارتفاع الدولار والحرب، انت بتجيب كمياتك كلها اللي انت بتسويها من الاثنين دول، من روسيا واوكرانيا، انت بتسوي من الاثنين دول، تمام. فالاثنين بيخشوا في حرب، انت فين بقى؟ انت ما عندكش. اللي خلانا الناس برضه تبقى فاهمه، اللي خلانا الفتره الاولانيه بتاعت حرب اوكرانيا وروسيا وقفنا حاجه واحده، ان من فضل الله احنا حظنا كانت اخر المراكب والصفقه المصريه بتاعتنا في الحبوب والقمح، كانت اخر الدفعه ديت هي اللي كانت خارجه اصلا من اوكرانيا وروسيا جايين على مصر. فهي الحموله خرجت والحرب بدات. تمام. فيمكن ده السبب ان البلد مشيت شويه، ما حسيتش بازمه في الاوائل. اكيد. لكن بعد كده انت يا ربنا اكرم يصحى فتح السيسي، دلوقتي لجئنا للهند وبنستورد، لجئنا لصندوق البنك البريكس ودخلنا فيه، تمام. لازم الناس تفهم ان الراجل بيدير الازمه بشكل احترافي. يا جدعان الناس لازم تفهم حقيقي، تحيه تقدير واجلال طبعا للسيد الرئيس، ده راجل مخابرات السيسي طبعا، اكيد ده راجل مخابرات، عارف ايه اللي بيعمله وايه اللي ما بيعملوش، عارف ايه اللي ليه واللي عليه، لحد النهارده الازمه طبعا. بالظبط. هنسال حاجه ثانيه، النهارده الراجل ده ساعه ما اندبح 21 مصري، احنا ما بنقولش مسيحي ولا مسلم، مصري على الارض المصريه، كانت النتيجه ايه؟ جاب حقهم ولا ما جابش؟ اكيد اكيد. طبعا هو الرئيس يعني استاذ في فن اداره الازمه، وطبعا اكيد كلنا نرفع له القبعه، يعني تخطى بينا مراحل صعبه طبعا عدت بيها مصر. الحديث مع حضرتك شيق، ويعني يحتاج حلقات وحلقات وحلقات. طبعا احنا هنوعد المشاهدين ان احنا في حلقات تانية هنعملها، خاصه احنا كان في مؤتمر المناخ كان هنا عندنا في مصر في شرم الشيخ من فتره، وان شاء الله ان شاء الله قطر هتستضيف مؤتمر المناخ، وطبعا عايزين حضرتك تكلمنا عن ده باستفاضه في حلقات جايه. طبعا شرفتني في البرنامج ونورت الاستوديو. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. انتظرونا ان شاء الله في حلقات قادمه مع دكتور احمد العمري باذن الله في برنامج شبابنا مستقبلنا الاسبوع القادم باذن الله.